ماذا أفعل كي أحصل على علاقة جنسية جيدة؟ 5 نصائح تقدمها لك دار الذكورة لتحصل على تجربة أفضل. أولاً، ابدأ بنفسك وأقلع عن التدخين لما له من تأثير سلبي واضح على العملية الجنسية. ثانياً، استخدم أسلوب التوقف المتكرر، فكلما اقتربت من القذف توقف فوراً وخذ نفساً عميقاً ثم ابدأ ببطء من جديد. ثالثاً، لا تتسرع وابدأ العلاقة بالمداعبة قبل الجماع. رابعاً، قم ببعض التمارين الرياضية، فهي تقوي الجسم والأعصاب وتحسن من الدورة الدموية. خامساً، الحوار، فمناقشة المشاكل التي يعاني منها أي من الطرفين تقوي العلاقة.